بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هندي اكزامبل على الاكوليبريم كونفرجن، عندي سنجل رياكشن لكن ما اعرفش التمبريتشر، بس عارف ان الرياكشن بتحصل ات ادياباتيك كونديشن، معناها ان التمبريتشر بتزيد بسبب الهيت اوف رياكشن اللي بتطلع، لكن ما اعرفش التمبريتشر ان هي قد ايه، لازم احسبها. فالاكزامبل ده هيبين لنا الحكايه دي. هو اكزامبل عندي رياكتور بدخل فيه اس او 2 مع هواء عشان يديني SO3، بس الرياكشن ده ادياباتيك، التمبريتشر بتاع الدخول 25 ديجري سنتيجريد وبتاع الخروج ما اعرفش التمبريتشر قد ايه. فانا عندي 1 مول SO2 وعندي 20% اكسس اير. التفاعل اللي بيحصل اللي هو SO2 بلس نص اكسجين عشان يديني SO3. فاذا كان الستيكيومتريك ريشيو اللي انا محتاجها ان انا اذا كنت 1 مول SO2 يبقى انا محتاج نص مول اكسجين، بس هو 20% اكسس، فبالتالي بيخش معايا 0.6 مول اكسجين ومعايا نيتروجين عشان هو هواء، فالنيتروجين هتبقى 0.6 تايمز 79 اوفر 21 الريشيو بتاع النيتروجين للاكسجين، يبقى عارف اللي داخل قد ايه. طيب ده بيحصل ادياباتيكلي، فمحتاج اعمل انرجي بالانس عشان اعرف التمبريتشر او اعرف الايكويشن اللي فيها التمبريتشر. هنعمل زي ما كنا عملنا قبل كده، ان بيحصل الدلتا اتش عند 298، هي دي اللي انا عارفها، لكن اللي بيحصل حقيقي مش عند 298، عند تمبريتشر ثانيه بيحصل بشكل مختلف. لكن انا اقسمها على مرحلتين، مرحله ان هو عند 298 يحصل رياكشن، وبعدين هسخن البرودكتس لحد التمبريتشر بتاعي، ومجموع ده وده بيساوي زيرو لان الموضوع هيحصل ادياباتيك، فالتسخين هينتج عن الحراره اللي طالعه من التفاعل. فالهيت بالانس هتقول لي ايه؟ ان الدلتا اتش عند 298 مضروبه في نمبر اوف مولز رياكتد اللي هي الرياكشن كوردينيت عند ما اوصل الاكوليبيوم، زائد الدلتا اتش بتاعت البرودكت بتساوي زيرو. طيب الدلتا اتش بتاعت البرودكت دي نجيبها ازاي؟ الدلتا اتش بتاعت البرودكت هتساوي السي بي مين توتال، التوتال هيت كاباسيتي اللي هي واخدها في واخد في اعتباري النمبر اوف مولز بتاعت البرودكت، مضروبه في التي ماينس 298. طيب عشان اجيب دي محتاج اشوف النمبر اوف مولز بتاع البرودكت شكلهم ايه، ومحتاج برضو اشوف السي بي بتاعت كل واحده. فالسي بي دي اللي هي بتساوي السميشن بتاع النمبر اوف مولز بتاع كل كومبوننت في الخارج مضروبه في السي بي بتاع كل كومبوننت، سي بي مين بتاع كل كومبوننت. طيب خلينا نعمل جدول. انا عندي اللي خارج اس او 2 اللي ما اتفعلش، واكسجين اللي ما اتفعلش، واس او 3 اللي طلع، والنيتروجين اللي دخل وطلع زي ما هو. فممكن اجيب الاي والبي والدي بتاعتهم كلهم، السي بتاعتهم كلهم بزيرو فمش مهم. اي والبي والدي اللي هما الكونستنتس بتوع السي بي عادي الجاز. تمام، فدول اقدر اجيبهم كلهم. وبعدين انا محتاج اجيب الان بتاعت كل واحده. خلينا نجيب الان بتاعت كل واحده. الاس او 2 كانت داخله واحد. وبعدين هيتفاعل منها المعادله بتقول لي ايه؟ ان ماينس او ان بلس نيو في ابسلون، فهتبقى ان ماينس ابسلون لان النيو بواحد ماينس واحد، والاكسجين داخل 0.6 ماينس 0.5 ابسلون، الاس او 3 هتبقى ابسلون، والنيتروجين هتبقى زي ما داخل زي ما تطلع هتبقى 2.257. يبقى دول الانات بتاعتهم. الان توتال المجموع الكلي اللي انا هحتاجها بعد كده عشان اجيب الواي برضو فانكشن في الابسلون. طيب انا اقدر اجيب الاي بي والسي لكل واحده، الاي وبي والدي لكل واحده، هيبقى الدي فانكشن في التمبريتشر والنمبر اوف مولز او الابسلون. هي فانكشن في التمبريتشر ليه؟ هي طبعا فانكشن في التمبريتشر لان العلاقه بتاعت السي بي مين دي لو تفتكروا كانت فانكشن في التمبريتشر، كنا احنا بنقول قبل كده السي بي مين على ار
فعلاقه السي بي مين على ار كانت عندي فانكشن في التاو، التاو دي لو تفتكروا كانت اللي بيساوي تي على تي نوت. فالسي بي بتاعت كل واحده فيهم فيها اي وبي وسي ودي فانكشن في التاو، التاو اللي هي فانكشن في التمبرتشر. فانا لو عايز اجيب التمبرتشر في طرف والباقي في طرف، هيبقى التمبرتشر تساوي ماينس دلتا اتش نوت 298 في ابسلون على سي بي توتال مين بلس التي نوت. يبقى هي دي علاقه الانرجي بالانس رقم واحد، ودي التو انونز فيها التمبرتشر والابسلون. طيب انا محتاج علاقه ثانيه، انا عندي هنا اثنين انونز وعلاقه واحده، محتاج اجيب علاقه ثانيه ودي هجيبها من الاكوليبريم كونستنت. طيب اعتبر ان هو ده ايديال جاز، بريشر 1 بار والتمبرشر عاليه، ايديال جاز مش مشكله. ده المعادله السمبل بتاعت الايديال جاز. فانا عندي هنا المول فراكشن الستوكنتك نمبر بتاعت كل كومبوننت، وفي هنا التيربو بتاع البريشر. ده البريشر عندي 1 بار، انا بعمل الرياكشن ده عند 1 بار، والستاندرد بريشر 1 بار، فالترم ده مش هيفرق. الكي انا اقدر اجيبها، بس الكي بتتغير مع التمبرتشر، فلازم اجيب العلاقه بتاعت الكي مع التمبرتشر، العلاقه الريجولس الطويله. خليني اكتبها. فدي اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، ازاي التمبرتشر بتاثر على الاكويليبريم كونستنت. ودي زي ما قلنا انها بتتكون من كذا ترم. ده الترم الاولاني اللي هو الدلتا الاكويليبريم كونستنت عند التمبرتشر تي نوت. وبعدين لما التمبرشر بتتغير بيبقى في ترم تاني بسبب تاثير تغير التمبرشر. وبعد كده الترمين الاخرين دول اللي هم بياخدوا في اعتبارهم ان الدلتا اتش بتتغير مع التمبرشر اصلا. فدول كل الحاجات دي انا عندي. طبعا السي بي مين، دلتا سي بي مين دي بتاعت الرياكشن اللي هي دلتا اي عسب دلتا اي والدلتا بي والدلتا دي من السميشن نيو اي في اي اي بتاعت الرياكشن، واقدر اجيبها. وعندي العلاقه بتاعت السي بي انثروبي اللي هي دي بتاعت الانثروبي، وعندي واحده ثانيه للانتروبي واحنا ضربنا عليها قبل كده. فدي المعادله دي النون فيها تمبرتشر. لو عارف التمبرتشر اقدر اعرف الكي، ولو اعرف الكي هيبقى عندي هنا مجهول اللي هو الابسلون. ليه؟ لان الوايات دول هم الان على الان توتال، واحنا شفنا الان ازاي بتاعت كل واحده. فدي المعادله دي هتبقى فالمعادله دي لما اعوض بالواي بتساوي ان على ان توتال، هتطلع كي كفانكشن في الابسلون اي. فالاثنين دول مع بعض ادي المعادله النهائيه اللي انا عايزها، وفيها انون التمبرتشر والابسلون. فدول المعادلتين اللي انا هجيبهم. عشان احل دي طبعا لازم احتاج كمبيوتر. هي ترايل اند ايرور. البروسيدر بتبقى ازاي؟ بتبدا باسيوم تي، بتفرض تي، ومن التي بتجيب هنا، من هنا بتجيب الكي. طبعا قبل ما تجيب الكي هتجيب الدلتا سي بي بتاعت الانثروبي والانتروبي، وبعدين تجيب الكي من هنا، وبعدين اطلع هنا باي ترايل اند ايرور، لان دي نون لينير في الابسلون، بس اقدر اجيب الابسلون ات اكوليبريم. وبعدين بعد ما جبت الابسلون ات اكوليبريم اعوض في الانرجي بالانس التي والابسلون، اجيب التي الجديده. خلاص يبقى انا جبت التي الجديده، ابدا اشوف هل هي بتساوي التي القديمه؟ لا، لو ما بتساويش طبعا مش هتلاقيها بتساوي. اخد تي ثانيه ابدا بيها، اخد حاجه ما بين الاثنين دول وابدا بيها واعمل البروسيدور ده. انا عملت برنامج ماتلاب عشان يحل المساله دي، وحلها في ثانيه. بعد ما تكتب البرنامج بيحلها على طول الايتريشن، ما بتاخدش منه حاجه يعني. فان شاء الله في الفصل او على الكورس بيج بتاعنا، الناس اللي بتاخد الكورس تبقى تاخده وتشوف الماتلاب. بس يستحسن ان انت تعمل ده بنفسك، سواء كان باكسل او ماسكاد او ماتلاب او اي من البرامج، عشان تشوف البروجرامنج، لان البروجرامنج ده هو اللي بيقدر يعمل اتريشن للمسائل الواقعيه اكتر بكتير من الاكسرسايزز البسيطه بتاعه الكتاب.